للمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من قلميم الإعلامي المهتم بقضية الصحراء المغربية محمد سالم الشافعي. أستاذ أهلا بك. أهلا بك أختي وأهلا بكافة المشاهدين لقناة ميديان تيفي. طيب، ما هي قراءتكم لإطلاق الجيش الجزائري النار على مجموعة من ساكنة المخيمات شرق الربوني وهم بصدد التنقيب عن الذهب في منطقة المجهر شرق الربوني؟ وهي قراءة لا تخلو من مجموعة من القراءات التي تهم الوضع الذي تعيش به الجزائر حاليا تحت الخناق الذي تمارسه قيادة الجنرالات على هذا الشعب، وبالتالي تحاول أن تصدر ما يقع داخل الجزائر إلى المخيمات. وهذه الأمور ليست دخيلة على الجزائري بمقتل الصحراويين، أساليب قتل هؤلاء الأبرياء الصحراويين تتعددت وبكل مرة تأتي بطريقة معينة يختارها الجيش الجزائري لتصفية هؤلاء الأبرياء الذين يبحثون عن قوت يومهم إثر الانسداد الأفقي أمامهم في مخيمات الحمادة. ولماذا هذا الإصرار من الجيش الجزائري على الإمعان في إذلال الشباب الصحراوي؟ لماذا هذا الإصرار بنظرك؟ خصوصا وأنها ليست المرة الأولى يعني التي يقوم بها الجيش بمثل هذه الممارسات يعني الوحشية. طبعا هذه ممارسات وحشية، ومن المفروض أن تدينها جميع المنظمات الحقوقية على المستوى العالمي والدولي والجهوي والقاري. فمثلا سنة 2014 قتل الجيش الجزائري صحراويين اثنين بمنطقة تسمى وديان تطارت الفاصلة بين الحدود الجزائرية والموريتانية، وذلك عن طريق استعمال مروحية. كذلك الجيش الجزائري قام كما ذكرتم في مقدمتكم وفي استهلالكم عن الجيش لما قام بإضرام النار في حفرة كان أحد مجموعة من الصحراويين يناقبون. واليوم تأتي قضية أخرى، وهذه ليست قضية جديدة بل هي قضية بالاستمرار، مجموعة من القضايا التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق الصحراويين. هؤلاء الصحراويين الذين يعانون من ضيق اليد، ويعانون من اختناق داخل كذلك المخيمات من طرف قيادة البوليساريو، وآخرها ما قرره ما يسمى بوزير الداخلية حين حاصرهم بقرارات وتمنعهم من الخروج، وهذا إذلال للصحراويين وشبابهم في هذه المنطقة. وتحت رحمة جزائر تدعي على أنها تدافع عن حقوق الشعوب، أين هي رحمة هؤلاء الجزائريين بهؤلاء الشباب الذين يتضورون جوعا في الصحاري بحثا عن فتات لذهب ترمي به الطبيعة على 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 ظهر البسيطة؟ هذه أمور تدخل في إطار تصفية حسابات بالنسبة للجزائر خصوصا الصحراويين، وهي ممنهجة منذ القديم وستستمر إلى أن يرث الله الأرض عليها إن لم ينتبه الصحراويين لما يحدث لهم داخل هذه المخيمات. طيب، هذا الحادث المروع في نظرك قد يشعل الوضع في مخيمات تندوف التي تم أو وضعت في حالة تأهب تحسبا لتنظيم مظاهرات هناك؟ طبعا أختي المحترمة، هذا الوضع يمكن أن يشعل الفتيل داخل المخيمات لأنها منذ مدة وهي مكهربة ومفتوحة على جميع الاحتمالات نتيجة الاحتقان الذي خلفه ما يجري حاليا على الساحة الدولية بخصوص زعيمهم جبهة البوليساري الذي يوجد في إسبانيا، والتي سبق للقيادة أن ضللت هذا المجتمع الصحراوي اللي يوجد على الحمادة وكذبت عليه عدة مرات. واليوم يأتي هذا الحدث أنه لن يمر مرور الكرام في مخيمات الصحراويين بالحمادة. أعتقد على أنه ستكون ردة فعل، وإن لم تكن الآن ستكون في الأيام القليلة القادمة. من قلميم الإعلامية المهتم بقضية الصحراء المغربية محمد سالم الشافعي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيح.